هي صور تتكرر كل شهر رمضان، رمي الخبز في مكبات النفايات ظاهرة دخيلة على مجتمعنا. بكري كانت الناس تاكل الخبز قيشها برك، دوك انا شفنا انا شاهدوا هاد الظاهره تاع التبذير هادي، شغل تفاقمت بزاف. عندنا 10 ملايين باقيطه في العام، كما تشوفوا الخبز هذا جديد يشريه ويرميه، على ما يتعلموش هذيك السياسه نشري قيسي. التبذير مش مليح. الخبز راه هاك وهكذا يتباع بالجهه، واش تاكل تشري. حنا نشرو ورمي، اشري ورمي، اشري ورمي، اشري ورمي. لا لا، كميات معتبرة من الخبز يقوم أعوان مؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية نتكوم برفعها خلال الشهر الفضيل، حيث تم استرجاع ما مقداره 1500 كيلوغرام خلال الأيام الخمس الأولى. مؤسسة يعني سطرت برنامج تقني وبرنامج تحسيسي خلال كل شهر رمضان. البرنامج التقني وهو تجنيد 370 شاحنة و 4200 عامل ماحين يعملوا على طول شهر رمضان، وكاين هناك الجانب التحسيسي للمؤسسة قامت به يعني قبل شهر رمضان 15 يوم قبل شهر رمضان، وهي على مستوى بدينا على مستوى المدارس وعلى مستوى الساحات العمومية ونروحوا المواطنين حتى للديار تاعهم. فجميل بالعبد وهو يعيش هذه الأيام الطاهرة، هذه الأيام الفاضلة وهذه الأيام المباركة، أن يقدر هذه النعمة التي يعيش، وإلا ففي لحظة من اللحظات إذا لم تشكر ستذهب هذه النعمة، وسيحرم الإنسان من هذه النعمة العظيمة. الإسراف وتبذير الخبز يبقى من السلوكيات السلبية والمحرمة شرعا، والتي تكبد الخزينة العمومية مبالغ مالية طائلة.